لغايه لما احنا، بس عايزه اقول لحضراتكم احنا هنحاول برضو نقول لكم كل تفاصيل الاجتماع. طب خلونا الاول نسمع تعليق استاذ عيسى مرشد، مدير الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا استاذ عيسى. مساء النور، اهلا اهلا وسهلا الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عيسى. من متابعتك لاجتماعات مجلس الوزراء خلال الفتره اللي فاتت، والنهارده بقى بنتكلم برضو على عدد من الملفات والمحاور اللي تم التاكيد عليها، قرايتك ايه الاولويات الحكومه والشغل اللي بيحصل على الارض؟ انا شايف ان اولويات الحكومه تضع احتياجات المواطن في مقدمه الاولويات في اطار التوجيهات الرئاسيه. هناك تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي ونتائج مهمة حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية، أكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن معدلات النمو في الاقتصاد المصري ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك انخفاض في معدل التضخم. على جانب آخر، النهاردة رئيس الوزراء عرض خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة النهاردة مجموعة من الشهادات التي تؤكد أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة بكل المقاييس، ويكفي أن الحكومة خصصت لقطاع الصناعة مجموعة من الإجراءات والمحاور أدت إلى تحسن الصناعة، أطلقت البوابة الصناعية الخاصة بحجز الإلكترونية الخاصة بحجز الأراضي الصناعية عن طريق الإلكترونيات الكمبيوتر، الواردات بتاعتنا انخفضت، بالإضافة لكده الصادرات بتاعتنا تحسنت وزادت من 25 مليار دولار إلى 28 مليار دولار. ورئيس الوزراء أكد أن الحكومة حريصة على توجيه أي فائض بالموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة، باعتبار القطاعين دول القطاعات التي ترتبط بالمواطن واحتياجات المواطن. صحيح. في هذه الفترة أكد رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية حقق الاقتصاد المصري في الربع الأولاني من هذا العام المالي الحالي اللي هو 19-20. معدل النمو المصري وصل إلى 5.6%، وده بيعتبر بالقياس للعام الماضي كان أقل من كده، كان 5.3%. على جانب آخر، أكد أن المؤشرات المهمة اللي بتؤكد أن الاقتصاد المصري بيسير في الاتجاه الصحيح، المحور الأول هو انخفاض البطالة بنسبة 7.5%، وده مقارنة بأي انخفاض بطالة في السنوات اللي فاتت، هذا المستوى لم يصل إليه معدل البطالة في الفترة الأخيرة إلا من خلال قبل 30 سنة. متوسط النمو في العالم كله دلوقتي 3%، احنا عندنا ما شاء الله 5.3%، ورئيس الوزراء أكد أن احنا في نهاية هذا العام هنوصل ل6%. نقول امسكوا الخشب، لأن ما يتم من إجراءات تؤكد أن مصر تقود اقتصاد الشرق الأوسط. هذه العبارة أكدها رئيس الوزراء. الحمد لله بشاير الإصلاح الاقتصادي اللي احنا عملناها حققت نتائج مهمة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام أن هناك مجموعة من الإجراءات أعلنها المجلس في الفترة خلال الاجتماع الأسبوعي النهاردة. هناك إشادة دولية بالمؤتمر الدولي للاتصالات اللي عقد في شرم الشيخ مدينة السلام، وأكد أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية، خاصة الحجم الكبير من الدول والشركات التي شاركت في هذا المؤتمر. رئيس الوزراء أكد أن هناك مبادرة تتبناها الحكومة لزراعة مليون شجرة على مستوى الجمهورية. أنا بأرى ما يتم في هذا الأمر يعني حاجة عظيمة جدا. هناك وزيرة الصحة عرضت تقرير مهم جدا عن التشغيل التجريبي لإحداثر، بس خلينا مع مبادرة زراعة مليون شجرة لأنه لازم نتوقف قدامها برضو. هي والغرض منها يعني حاجة، يعني حاجة صحية، المناخ العام، يعني البيئة برضو والأكسجين والكلام ده يبقى متنفس، وبرضو في جانب منها ليه علاقة بمردود اقتصادي، لما سمعنا أنه يبقى فيه أشجار نخيل أو أشجار مثمرة مش بس حاجة للزينة يعني.
أشجار نخيل وأشجار مثمرة، وده هناك تكليف لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة بتبني هذه المبادرة. ليه؟ عشان هيبقى عندك أشجار مثمرة، أشجار تؤدي إلى امتصاص نسب تلوث خاصة من البيئة. الاهتمام بجزء زراع من النخيل، يعني احنا نستطيع أن نتصدر أسواق النخيل على مستوى العالم. هو كان في فكرة برضو عشان زراعة الزيتون، وكل الأشجار المثمرة تحقق نتائج مهمة. صحيح. عايز أقول لحضرتك برضو أن جانب الصحة ليه نصيب في كل اجتماع من اجتماع الحكومة. كويس. في عندنا 11 مستشفى نموذجي هيتم تشغيلهم أول الشهر اللي جاي، يعني بإذن الله اعتبارا من يوم السبت اللي جاي. المستشفيات دي بتخدم الكثيرين من المواطنين وتحقق خدمة طبية متميزة للمواطن المصري، وإحنا على أعتاب تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. وهيبدأ هذا التأمين الصحي ده هيبقى على مستوى محافظة بورسعيد ثم محافظات القناة، ودلوقتي شغالين في السويس.